أحسن الله عملكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدعاء يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه؟ هل الدعاء إيش؟ يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه، وما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يا أخي الدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ، إذا دعوت الله معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أنك تدعو أن الله يستجيب لك، ما في شيء يحصل في الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ من دعاء وغيره. نعم.